السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا اخبار الزمالك اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023، ومنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة يكتفي بالمنافسة على الثالث والرابع في كاس العالم. الكابتن خالد الغندور يثير قلق جمهور الزمالك. طلع على قناة الزمالك في برنامج زملكاوي الكابتن خالد الغندور واتكلم وقال رأيه بصراحة ووجهة نظره، فكلامه قلق ناس كتيرة قوي من جماهير نادي الزمالك. فأنا هنا هحاول أفسر لكم هو قال إيه وإيه اللي هيحصل بالظبط. طبعا مشكلة نادي الزمالك الكبيرة جدا حاليا هي غرامة سبورتنج لشبونة، غرامة كبيرة يا جماعة. الغرامة دي خاصة بشيكابالا، باقي حوالي 1.5 مليون دولار، مبلغ كبير. سبورتنج لشبونة مش راضي جدول، رافض الجدولة. اما غرامة بقى اتشيمبونج ومستحقات وادي دجلة عن ابراهيم نضاي والكلام ده، وده سهل خلاص اعتبروه اتحل. لكن مشكلة كبيرة، مشكلة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة دي مشكلة كبيرة، يعني اما تتحل او لا قدر الله ما تتحلش. ده سبب قلق جماهير الزمالك، لان القيد عندنا موقوف 3 فترات. تدفع الحاجات دي خلاص القيد يرجع ونتعاقد مع صفقات جديدة ويبقى كل شيء تمام والدنيا وردي او بامبي زي ما بيقولوا. طيب دلوقتي هل الزمالك تعاقد مع صفقات جديدة؟ الكابتن خالد الغندور اوضح ان بالفعل في صفقات معلقة بسبب الفلوس، وقال هما 2 لعيبة مصريين تم الاتفاق معاهم ومع انديتهم، متبقي بس تفعيل الاتفاق اللي واقف طبعا بسبب الفلوس، وكمان في مدافع اجنبي فري تم الاتفاق معاه لكن برضو مشكلة الفلوس، وكمان في مهاجم اجنبي على ذمة نادي تاني وتم الاتفاق معاه ومع النادي ومتبقي برضو مشكلة الفلوس. اذا الاولوية هنا اللي احنا فهمناه من كلام الكابتن خالد الغندور لمستحقات لاعبي الزمالك الموجودين حاليا والتجديد لفتوح، ثم دفع غرامة شيكابالا حتى لا يستمر طبعا ايقاف القيد 3 فترات، ثم تفعيل التعاقد مع الصفقات. طب حد يسألني يقول لي ايه اخر فرص لقيد لعيبة جدد؟ يعني امتى لغاية امتى المهلة؟ اطمنوا، المهلة لغاية 14 سبتمبر الساعة 3 العصر، دي اخر فرصة. طيب لسه قد ايه؟ لسه اكتر من شهر، يا عالم ايه اللي هيحصل فيه. بس الكلام ده يا جماعة مفترق الطرق هنا لمجلس إدارة نادي الزمالك، فلو استطاعوا حل هذه المشاكل أو معظمها يبقى تمام وتعظيم سلام. طب لو فشلوا تبقى مصيبة بقى. ليه؟ لو فشلوا في الحل هنا بقى من حق بقى المنتقدين لمجلس إدارة نادي الزمالك يتكلموا ويحزنوا على حال نادي الزمالك ويهاجموا ويقولوا ويبدعوا زي ما كتير بيبدعوا دلوقتي في الهجوم. اجلوا الهجوم شوية، لسه في اكتر من شهر ممكن الزمالك يحل المشاكل دي كلها، وانا اتمنى المشاكل دي كلها تتحل. وفعلا مستشار مرتضى منصور بيبذل مجهود كبير، ربنا يوفقه ان شاء الله. لكن لو فشل مجلس الادارة الحالي في حل بقى هذه المشاكل، الداعمين كمان لمجلس الادارة وانا واحد منهم، هكون حزين جدا على حال نادي الزمالك وما وصلنا اليه. حاجة تحزن، حاجة تزعل فعلا، وربنا يفرجها من عنده ان شاء الله. الخبر اللي معانا بعد كده تعديل موعد نهائي البطولة العربية. انا كنت قلت لكم امبارح ان الهلال والنصر هيلعبوا المباراة بكرة السبت الساعة 9 مساء، لا حصل تعديل، المباراة هتتلعب برضو يوم السبت بس الساعة 6 مش الساعة 9. قلنا برضو عشان تعملوا حسابكم عشان ما يفوتكوش الماتش النهائي. منتخب مصر تحت 19 سنة يخسر من الدنمارك 39-35. للأسف خسر منتخب مصر تحت 19 سنة أمام نظيره منتخب الدنمارك في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم بيتلعب في كرواتيا،
خسرنا للأسف 39-35، والسبب في رأيي هو الشوط الأول اللي احنا خسرنا فيه فارق 5 أهداف 23-18. معنى كده قدرنا نعوض في الشوط الثاني وتقلص الفارق من 5 أهداف إلى 4 أهداف. معنى كده إن منتخبنا فاز في الشوط الثاني 17-16. بقرار وزاري يد الزمالك تشارك في السعودية في البطولة العربية. يلعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في البطولة العربية المؤهلة إلى منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية سوبر جلوب. البطولة هتتلعب في السعودية في الفترة من 16 حتى 27 أغسطس الجاري. يستعد فريق الزمالك للسفر للسعودية الاثنين القادم إن شاء الله. مواعيد بقى مباريات الزمالك. الزمالك وقع ضمن المجموعة الثانية. عندنا هنلعب مع وفاق عين توتا الجزائري يوم الاربعاء 16 اغسطس الساعة 11 الصبح، وعندنا ماتش تاني امام العربي الكويتي الخميس 17 اغسطس الساعة 1 الظهر، وهنلاعب الهدى السعودي يوم الجمعة 18 اغسطس الساعة 7 مساء، وهنقابل الشعلة اليمني يوم الاثنين 21 اغسطس الساعة 4 الظهر ان شاء الله. طبعا البطولة بتضم مجموعتين، قلنا مجموعة الزمالك المجموعة التانية. طب المجموعة الاولى بتضم فرق البنك الاهلي من مصر مع مدر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الاماراتي والحشد العراقي. تعالوا بقى نتعرف على سبب عدم قيد احمد ايمن منصور في القائمة الاولى لنادي الزمالك. لان باختصار احمد ايمن منصور جرت اعارته لطلائع الجيش الموسم الماضي من خارج قائمة الزمالك. احنا عارفين بيبقى مسموح لكل نادي عدد من اللعيبة يعمل اعارة ليهم، تقريبا بيبقوا 7، فكان من خارج القائمة تمت اعارته لطلائع الجيش والاعارة خلصت، وطبعا القيد موقوف للعيبة الجدد، وبالتالي ان شاء الله لما تتحل الازمة والمشكلة سيقيد في القائمة التانية عند حل المشاكل المالية. عندنا فرصة لغاية 14 سبتمبر لغاية الساعة 3 العصر، نتمنى حل المشكلة قبل كده بكتير. طيب اتحاد الكرة يحدد 14 اغسطس موعد جلسة استماع في ازمة احمد عيد بين الزمالك وانبي. احمد عيد طبعا لاعب الزمالك كان معار لانبي، ولو انبي يرغب في شرائه عليه ان يسدد للزمالك 3 مليون جنيه، وانبي فعل بند الشراء وبعت الشيك، لكن مسؤول الزمالك ما ردوش ولا استجابوا، وفي نفس الوقت الكلام ده حصل دون رغبة اللاعب اللي ساب انبي وذهب للتدريب مع نادي الزمالك. ايمن الشريعي رئيس نادي انبي صرح ان المشكلة مع اللاعب وليست مع الزمالك، ونحن على استعداد للتفاوض مع مسؤول الزمالك وانهاء الازمة. بكده انتهت اخبارنا النهاردة، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لنادي الزمالك ولا لجماهير نادي الزمالك العظيمة. وفي النهاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.